مدرسة الاختبارات كما هو معلوم، امتحان الشهر الثاني من المتوسط هو امتحان رسمي وطني. اليوم الأول عندنا بلغ عدد المترشحين في ولاية وجد جلال 4554 مترشح، منهم 138 مترشح حر. يؤطر العملية الامتحانات 2609 مؤطر، يؤطرون الامتحانات من حراس وعمال مهنيين وإطارات ورؤساء مراكز، بحيث يتوزعون على 18 مركز إجراء. لدينا 17 مركز إجراء نظامي ومركز أحرار يتمثل في إعادة التربية والتهيئة.